راح فينا الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، وانا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بعمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بعمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدنا على اخوانا اهو، رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانة الفاضية وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكرة ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجة. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي عرفت نامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليه كتار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟